السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد إلى جولة الصحافة، ونبدأها بأبرز ما عنونت به الصحف لهذا اليوم. والبداية من صحيفة العرب اللندنية حيث عنونت: إيران تراهن على الخلافات في البيت الأبيض لتبديد شبح المواجهة. أما صحيفة الحياة اللندنية فقد كتبت: شخصيات سياسية وعسكرية تطالب الجيش الجزائري بالحوار مع المحتجين. أما مع أبرز أخبار الصحف الخليجية فقد كتبت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: خادم الحرمين يدعو إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة. أما صحيفة الشرق القطرية فقد كتبت: رئيس مجلس الشورى يجتمع مع السفير الهندي والقائم بالأعمال الأمريكي. أما في انتقالة إلى أبرز أخبار الصحف التركية فقد عنونت دلي صباح: أردوغان صفقة S-400 هي صفقة منجزة. أما مع آخر أخبار الصحف التركية فقد كتبت يني شفق: تركيا تحيي ذكرى أتاتورك وتحتفل بعيد الشباب. والآن مشاهدينا الكرام دعونا نتابع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية في الصحف لهذا اليوم. والآن مشاهدينا الكرام بعد متابعة أبرز الرسوم الكاريكاتيرية في الصحف لهذا اليوم دعونا ننتقل الآن لمتابعة تقرير اليوم: إعلام في ظل الاستبداد. نتابع معكم هذا التقرير ونعود للمناقشة من جديد. مع انقلاب مارس آذار عام 1963 الذي أدى بسلطة بعثية أدت أنها تحمل مشروعاً نهضوياً وتقدمياً للمجتمع، سجل الإعلام انطلاقة جديدة بعيداً عن مساحة التعبير أو الأخبار أو التحليل، وصار لازماً عليه كما في ظل كل الأنظمة الشمولية أن يسعى إلى نشر العقيدة التي يحملها النظام الحاكم وحده، أو أنه يدعي حملها أو أنه يسعى إلى حملها. فتم منع صدور كل العناوين، صار الإعلام السوري يكذب على المتلقي الذي كان محروماً من الخيارات حتى في النشرات الجوية. أراد بعضهم أن يرى في الصحافة الخاصة انعطاقاً نسبياً من سطوة النظام على وسائل التعبير، إلا أن هذا الأمل سرعان ما أحبط بصلابة من خلال متابعة عمل الصحافة الخاصة والبعيدة كل البعد عن التحرر من القيود التقليدية التي تتشبث بالصحافة الرسمية، إضافة إلى خطوط حمراء خطتها ثقافة الخوف المستشري. في زمن الثورة برز صنف جديد من الصحفيين المواطنين والذين يمكن الاعتماد عليهم في مستقبل منظور لنظريه، ولكن هذا البروز لا يمكن له أن يرمي بتجارب من قبله الرسمية والخاصة على عجرها وبجرها في مياه مستنقع السلطة. إذن للتعليق حول هذا الموضوع للمزيد أكثر من التفاصيل مشاهدينا الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الناشط الإعلامي السوري السيد مصطفى النعيمي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد مصطفى. بداية، يعني مرت عقود عديدة على السوريين
طبعا كانت حرية التعبير وحرية الصحافة بل وحتى المصداقية في كل شيء مفقودة، لكن السؤال هنا يعني منذ متى بدأ هذا الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. تحياتي لك أستاذ فاتح للسادة المشاهدين ولكل متابعين قناة التاسعة. عندنا في سوريا لا يوجد إعلام حقيقي منذ تولي الحكم من قبل حافظ الأسد، حيث كان ما يسمى الإعلام هو وسيلة تستخدم من قبل النظام للترويج له عبر فترة حكمه، حيث كان يمارس كل وسائل الإعلام القمع عبر وسائل الإعلام كل الجرائم والقمع للسوريين من خلال تحييد كل ما يكتب من خلال الصحف الرسمية والقنوات الإعلامية، وكانت هي وسيلة معبرة عن النظام فقط لا غير. نعم سيد مصطفى، يعني كما تعلم ويعلم الجميع يعني من باب الدعابة حتى في وسائل الإعلام أو في وسائل عفوا التواصل الاجتماعي دائما البعض يتحدث أن قنوات الإعلامية التابعة للنظام يعني تصور الموضوع وكأنه لا شيء، يعني دائما كنا نعرف في زمن الثورة وفي هذا الموضوع عندما يقصف النظام المدنيين وطائرات الاحتلال الروسي كل المدنيين يصورون ولكأن في شيء يعني في هذه الموضوع. نعم هناك بعض الظواهر، فعلى سبيل الدعابة هناك قضية مذيعة المطر الذي اشتهرت بالمطر. نعم. في حيث وصفت المتظاهرين في حي الميدان مناوئين للنظام السوري بأنهم قد خرجوا فرحين للاحتفال بتساقط الأمطار، ومتهمين بذلك الوقت وسائل الإعلام العربية التي تنقل تلك التظاهرات بأنها تروج للفتنة، وقاموا بجلب بعض شهود العيان بأن الجموع قد هتفوا للنظام السوري، بينما في الحقيقة هي خرجوا مناوئين للنظام السوري متظاهرين ضد نظام حكمه، ولكن الحقيقة لا يعني النظام السوري لم يعرض للمشاهدين حقيقة ما يجري، فأدى إلى انكفاء بقية المجتمع السوري من متابعة وسائل إعلام خارجية ورفض كل وسائل إعلام التي يعبر عنها النظام السوري من خلال حكمه. نعم أيضا يعني سيد مصطفى البعض يقول أن النظام أو حتى قنوات الإعلام في النظام أصبحت يعني تكذب في نشرات الجوية حتى. نعم سرقت يعني في قضية النشرات الجوية قضية المطر بداية، ومن ثم انتقلوا إلى قضية أخرى وهي محاربة الثورة السورية بشكل عام. فعلى سبيل المثال المتظاهرين يعني يخرجوا من بيوتهم للتظاهر في أي مكان كان، فكانوا يقولون بأنه لا تظاهرات لا يوجد أحد، ويصوروا مكان آخر ويدعوا أنه المكان الجغرافي المستهدف، علما بأن المظاهرة تكون مستمرة أثناء نقلهم البث المباشر، ولكن غيروا المكان غيروا زاوية الرؤية عن المشاهد لتضليله لكي لا يتابع التظاهرات ضد النظام، ولترويج أن النظام مستقر وأنه يعني لا يوجد أي تظاهر، وأن الشعب السوري كله يد واحدة متوافقين ومتلائمين مع النظام السوري، بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماما. هنالك بعض المرتزقة يجلبهم من أجل تصوير تلك الأفلام التي يعرضها عبر وسائل الإعلام ويروج لها. نعم سيد مصطفى، يعني لو نتحدث الآن عن الصحف الخاصة، يعني هل هناك لها دور كان في سوريا إن كانت في زمن الثورة أو حتى قبل زمن الثورة، أم أن كل ما يتعلق في الإعلام وكل ما يتعلق في التلفيق إن كان خاصا أو عاما هو واحد بالنسبة للنظام؟ في زمن النظام في الزمن السابق على سبيل المثال صحيفة تشرين المشهورة التي كانت تعبر عن النظام السوري بشكل كامل، يعني تروج لما يقوم به النظام السوري، فعلى سبيل المثال لو كتب أي مقال سياسي أو إعلامي أو أي مقال كان اقتصادي فيخضع لضوابط وقيم المؤسسة، فالمؤسسة هناك رقيب لها وهو منتدب من قبل عناصر المخابرات أو المخابرات الجوية، فلا يصدر تقرير أو منشور من خلال تلك الوسيلة إلا بخضوعه لتلك المفرزة الأمنية التي في تلك الوسيلة، وفي كل الصحف عادة يعني الصحف السورية بشكل عام على سبيل المثال تشرين وكذلك وكالة الأنباء سانة وغيرها، كل من يعبر عن النظام السوري فهو يخضع لضوابط معينة تخضع للنظام السوري ولأجهزة الاستخباراتية. نعم سيد مصطفى، أيضا يعني البعض تحدث أنه مع استلام مقاليد الحكم رأس النظام بشار الأسد في عام 2000 يعني الكل تحدث عن الإصلاحات التي وعد بها وعن حرية الإعلام والصحافة، لكن ما الذي حصل بعد استلامه؟ استمر كل شيء في الركود.
هو لم يعدل أي شيء، ولكن جمل بعض التصرفات بأنه قد سمح لكتابة بعض المقالات التي قد تخفف عن الشعب السوري، ولكن في الحقيقة كانت المقالات تكتب ولا تنشر، يعني تذهب أدراج الرياح ولا تنشر ولا ينشر منها شيء. فإصلاحات يعني لا ليس لها أي قيمة فعلية حقيقية، ولكن يجب الانتباه إلى أمر هام، بأن بشار الأسد في حال يعني منذ تولي السلطة هو أتى إلى الحكم بانقلاب على الدستور، وهو لا يمثل الشرعية أصلا، ولكن بموجب المقتضيات الدولية فرض على الشعب السوري وبالقوة، وبعد ذلك جاء ببعض الإصلاحات لتخفيف عن الشارع، ولكن لم تقم ولم يؤدي أي إصلاح مطلقا، بل على العكس زاد في القبضة الأمنية وزاد في الانتهاكات حقوق الإنسان، وعبر مسيرة الثورة السورية تؤكد ذلك، فاستهداف الكيميائي واستهداف غاز السارين واستهداف بشتى أنواع الأسلحة والصواريخ وإلى غيرها، وهو ينفي ذلك. والأهم من ذلك أنه في حال أنه جاءت المنظمات الدولية لكشف عن طريقة الاستهداف وآلية الاستهداف ومكان الاستهداف وعداد الضحايا، فأنه يشوه الصورة، بل وكان هو الوحيد الذي يشارك في الجريمة، وأتت روسيا لتغطي تلك الجرائم عبر دخولها منطقة الغوطة الشرقية في مدينة دوما، حيث استهدف يعني مجموعة من المدنيين وأدى الاستشهاد حوالي 1200 شخص، وقام بنقل قبورهم لأماكن أخرى قبل أن تصل المنظمات الدولية لكشف عن مصير هؤلاء وهل أصيبوا بغاز السارين أو غيره. وفي ذلك يعني روسيا يعني مشاركة مع النظام السوري في تعويمه وفي إجرامه، وكذلك ما يحصل اليوم في إدلب هو واضح طيب. للعيان، الحملة الجوية العسكرية الشرسة جدا والضحايا والتهجير، يعني قرابة 150 ألف مهجر حاليا ما بين ريفي إدلب الجنوبي وريف حماة، فهذه جريمة، فهذه مشاركة إضافية إلى جرائم النظام السوري. نعم سيد مصطفى، الآن دعنا نتحدث، كونك أنت ناشط إعلامي وفي زمن الثورة خصوصا الثورة السورية، يعني النشطاء الإعلاميين والصحفيين إلى أي مدى كشفوا كذب وخداع النظام السوري، خصوصا في يعني فيما يتعلق بالتغطية الشاملة للثورة السورية والتغطية للقصف المدفعي والجوي للنظام وحلفائه على المدنيين؟ نحن كنشطاء ثورة سورية وكنشطاء يعني عبر وسائل الإعلام منها المرئية ومنها الصحافة وما إلى ذلك، قمنا بنشر كل تلك الانتهاكات بشكل يومي، وهنالك قنوات خاصة لنا من خلال اليوتيوب قد تم إغلاقها، ولكن بفضل الله هناك بعض الأشخاص المهتمين والمعنيين بذلك قاموا بتوثيق تلك الجرائم بتأريخها وبمواقعها وبأحداثها وبملامسات قضية كاملة، ولكن ما يهمنا في الأمر كله أن تلك الجرائم موجودة وأمام عيان المجتمع الدولي، ولكن متى سيتخذ القرار من أجل معاقبة هذا النظام؟ هذا الذي يهمنا نحن كثورة كنشطاء وكثوار وكل من رفض حكم النظام الاستبداد الأسدي. نعم، وعلى غرار هذا الموضوع، على غرار حضرتكم، يعني أنتم كنشطاء، الكل أصبح في زمن الثورة السورية، يعني أبسط المواطنين يحملون الكاميرا الهاتف ويصورونها وأصبحوا صحفيين مواطنين. نعم، فأغلب من عمل في نشاط الثورة السورية هو بدأ بتصوير تلك المظاهرات عبر كاميرا الهاتف أو عبر التواصل من خلال وسائل الإعلام، منها برامج البث المباشر يوستريم وغيرها. نعم. قام بنقل تلك التظاهرات بشكل مباشر، بينما كان النظام يكذبها بالطرف الآخر، يعني كانت المظاهرة في حي الميدان بأول حي الميدان، بينما هو يصور بآخر حي الميدان في مكان لا يوجد به، بمنطقة أمنية محكمة مشددة أمنيا، ويصور على أن هناك بعض الأشخاص يهتفوا للنظام السوري وأنهم مبتهجين بوجود النظام السوري وبتحقيق أهداف وإلى ذلك، ولكن لا يمكن أن تغطى الشمس بغربال، فما حدث في الغوطة الشرقية والجنوب السوري وامتداد الخارطة السورية بالكامل، فكل من هو سوري يرفض نظام الحكم السوري، ولكن المعطيات الدولية والتناقضات والتوافقات وما إلى ذلك من مناكفات أدت إلى اضمحلال إلى حد ما بسيط جدا في قضية اللي هي نسمي لك إياها الثورة، يعني الثورية، روح الثورية لدى المواطنين. ولكن في حقيقة الأمر لو رفع الغطاء الدولي عن النظام السوري لسقط مباشرة، ولو أخرجت روسيا من المعركة أيضا لسقط، ولكن على ما يبدو المجتمع الدولي لا زال يعول على وجوده،
ولكن لا بد من محاسبة. وما يجري الآن في حملة ضد إيران، الداعم الحقيقي والداعم الطائفي له في حملة الخليج العربي التي ستستهدفه وستدق عروش كل الطغاة الذين ساهموا في قتل الشعب السوري مرورا في وتحرير أهلنا في منطقة الأحواز العربية، لابد من تحرك كامل وعلى شتى المحاور، ومن اليمن إلى وصولا إلى لبنان. وصلت إلى العراق. نعم وصلت الفكرة. عذرا للمقاطعة لضيق الوقت، شكرا لك جزيل الشكر على المشاركة معنا الناشط الإعلامي السوري السيد مصطفى النعيمي، شكرا لك جزيل الشكر. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام، حرية التعبير وحرية الصحافة والمصداقية كانت وما زالت مغيبة عن السوريين في حضور الأنظمة الدكتاتورية، إن كان في نظام الأسد الأب وإن كان في نظام الأسد الابن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. وصلنا إلى ختام جولة الصحافة، فاصل قصير ويصحبكم الزميل صلاح بابقي إلى حوار جديد من حوار المنتصف.